السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخواني اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تكمله للدروس السابقه على الادسنس، كيفيه ربط الادسنس، دابا جا بناء على طلب بعض الاخوان والاخوات كيفاش نحيدوا ربط الادسنس بواحد الايميل معين، لان بعض الاخوان والاخوات اكتشفوا ان في وقت المراجعه راه عندهم جوج ايميلات، يعني جوج ادسنس، هما مسجلين بجوج ادسنس، وهذا مخالف لقانون الادسنس جوجل ادسنس، لان ما عند كل واحد فينا ما عندوش الحق يدير جوج ديال الادسنس. ايميل واحد يكون مسجل في الادسنس ويربط به القنوات اللي عنده، مثلا بعد ما تفعل القناه ديال اليوتيوب وبغى يدير مدونه بحال اللي قلت لكم في الدرس السابق، يربط من بعدها مدونه بعد ما توفيت المدونه الشروط المطلوبه من جوجل ادسنس. نبداو ان شاء الله، ان شاء الله. وقبل ما نبداو ما تنساوش اخواني اخواتي انكم ديروا سبسكرايب وشير وديروا لايك باش يوصل الفيديوهات ديالي لاكبر شريحه ممكنه اللي مهتمه بهذا الموضوع، الاخوان والاخوات اللي عندهم قنوات او اللي باغي يطالع على معلومات، يعني معلومات اون جينيرال بحال اللي تنقولوا عامه. شكرا لكم المتابعه، ركزوا معايا مزيان، ما تنقزوا حتى مرحله من الشرح، لانه كل مراحل مهمه جدا جدا جدا. كنا نحلوا اول شيء انكم تديروه الا كنتوا حالين ايميلات بزاف، شدوا كل الايميلات، ديروا ساين اوت او تسجيل الخروج لكل الايميلات، ودخلوا من بعد ديروا تسجيل الدخول بالايميل اللي نتوما رابطين به الادسنس والايميل اللي بغيتو نتوما، داك الايميل اللي نتوما رابطين به الادسنس وبغيتو تحيدوه، فهمتي؟ اللي بغيتو تحيدوه تلغيو الرابط، تلغيو كيف نقول لكم، تلغيو تسجيل بهذاك الايميل في الادسنس. تنظن المساله مفهوم. من بعد ما تلغيو الايميلات كلها وتسجلوا بالايميل اللي نتوما بغيتو ما تبقاوش دايرين به الادسنس، يتلغى ديك الادسنس اللي بداك الايميل، تنجيو لجوجل، جوجل تندبر، تنضغطوا على جوجل بحال هكا وتنكتبوا هنا، تنكتبوا هنا هاد الكلمه، هاد الجمله، جوجل اكونت او جوجل كونت بالفرنسي، بالعربيه حساب جوجل اللي بغيتوا، تنكتبوها هنا، تتعطيني هذه توفيرا للوقت، تتعطيني هذه، تنجي تنبرك على هذه جوجل اكونت. من بعد ما نقول نعاود نركز عليكم، بعد ما كنت سجلت بالحساب، دخلت بالحساب اللي انا مثلا، هذا هو الحساب، غنكون دخلت درت التسجيل دخول في الايميل الحساب، ها باش كنضغط غادي يخرج لي هذا، ما يخرجليش شي حاجه اخرى، على بها قلت لكم سجلوا الخروج من الحسابات الاخرى باش كي تبغي تدخلوا جوجل اكونت تدخل بالحساب اللي بغيتي تلغيه، ما يبقاش يدخل لك حساب اخر انت مسجل به. وهنا تتوقع هنا بزاف الاخوان تيتخربطوا، تيقول لك انا مالي مسجل بهذا الحساب، ومن بعد كي تنجير ندير جوجل اكونت او حساب جوجل تيديني حساب اخر عندي، شنو عندي غلط؟ لا، الغلط انا تخرج سجل خروج كل الحسابات وسجل الدخول بالحساب اللي بغيتي تلغي اللي هو مسجل فيه، اللي مسجل فيه في جوجل ادسنس، تسجل به الدخول، ومن بعد تدخل لو كونت ديالك او الصفحه ديالك ديال جوجل، وتضغط على هذه تتعطيك هذه، هو هذا لو كونت، هذا اللي شفناه هنا اللي مسجل به، هو هذا، دخلنا على هذه الصفحه في اختصار الوقت، طبعا وجدت لكم الصفحات، كي تدخل لهذه الصفحه هذه هي الاسم ديال، ها هو الاسم ديال لو كونت فيرست لاس، انا درتو كونت تجريبي وربطتو باش تشوفوا نتوما كل شيء. وهنا تجيو تضغطوا على بيمون اي سبسكريبشنز، بيمنتس اند سبسكريبشنز باللونجلي او بالفرنسي، تيتشابهوا الكلمات، تتعطيني هذه الصفحه. الا كان مربوط الا كان مربوط بالادسنس راه تعطيك هاد الصفحه، الا ما كانش مربوط بالادسنس راه ما يعطيكش هاد الصفحه، الا عطاك صفحه اخرى راه وريتها لكم في الفيديو السابق اللي هو
اذا كان عندي جوج ايميلين انا غنخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله الا قدرت. و فهمتي تتخرج لكم كي تضغطوا على هذه على بيمون اي سوسكريبسيون تتخرج لكم صفحه اخرى غير هذه، تتعني انك راك ما مسجلش في الادسنس، يعني ما غتعطيكش كيف انت ما مسجلش تعطيك هذه، هذه اللي مسجل في الادسنس بهذا الحساب. من بعد ما تضغط على هذه تضغط على السيتين، تجي تضغط على كي تخرج لك على هذه تخرج السيتين، يعني التعديلات، التعديلات ديالاش ديال جوجل بيمون سنتر، تشوف جوجل بيمون سنتر، سنتر دو بيمون ديال جوجل، تتعطيك هذه الصفحه، هذه الصفحه الفوق انا ما وريتها لكمش لان فيها معلوماتي، معلوماتي الخاصه اللي تهمني في هذه الصفحه كلها، هو هذا القنت، هذا هو كلوز بيمنتس بروفايل او فيرمي لو بروفيل دي بيمون، صافي. انا عندي بلونغلي اللي انا خدامه كلشي بلونغلي وتنجي لهنا، ولكن ماشي مشكل، تبعتوا الخطوات راه واخا تكون كاع بالسبليونيه راه الخطوات هي هي نفسها، تجيو لهاد الصفحه تخرج لك كي تضغط على هذه كلوز بيمنت بروفايل او فيرمي لو بروفيل دي بيمون، تخرج لك هذه هذه قراوها فهمتي، تيقول لك راه من بعد ما تتقفل هاد الادسنس هذا راه ما تيبقى عندك حق لا تشري بهذا الحساب هاد الجيميل يوز جوجل بي تو ميك بس، ولا لا تشري، تشريش بيرسيز فروم جوجل، ولا تشري من جوجل، ولا تشري من امازون مثلا بهاد الحساب هذا، لانه صافي حيدتي له لو بيمون send and request money with google pay and gmail، ما تقدرش يعني قراوها الا نتوما باللغه اللي تتفهموها، خرجت لكم نتوما دايرين التعديلات باللغه اللي في هذا غتقراو هادشي، يعني ما غتبقاوش اي حاجه تتعلق بجوجل البيع والشراء والمضاربه في البورصه ولا فهمتي كاع داكشي ما غتقدروش، صافي تتلغيو نتوما الفاعليه. واهم شيء اللي حنا بغيناه انه تتبلغي جوجل ادسنس when you close this profile the services below will be cancelled، اللي هو جوجل ادسنس اللي هو بغينا نحيدو، you will still be responsible for any outstanding balance. هنا الا كنتي هاد جوجل ادسنس رابطو بقناه مفعله وعندك فيها فلوس، لا تيصيفطوا لك فلوسك، غير هي الفلوس اللي غيصيفطوا لك ما خصهاش تكون قل من 80 دولار، قل من 80 دولار تيمشيو عليك فلوسك. وتيقول لك لا بغيتي اي استفسارات العفو انا اصابني الزكام، ولكن واحد البنات انني ندير هذا الفيديو لانهم منتظرين العفو. تيقول كونتاكت سيبورت فور يور جوجل برودكت، يعني انت غادي تكونتاكتي سيبورت، تتصل بالسيبورت او الدعم ديال جوجل وتتشوف شنو كل شيء اللي هذا اللي خصك بغيتي تشوفه وتقرا بتمعن. قال لك تو بيرمانتلي كلوز ذيس بروفايل سيليكت ا ريزن اند كليك كونتينيو، قال لك باش تقفل هاد البروفيل اختار اون غيزون او اختار سبب علاش بغيتي تقفل هذا، تضغط على هذه تيخرج لك بزاف الاسباب، تختار سبب من الاسباب. اي دون نيد ذيس بروفايل اني مور، انا تنقول ما بقيتش باغا هذا الحساب فهمتي، صافي هي تختار صل كل ما بقيتش باغي انا حر، وتنضغط على كونتيني. كي تتضغط على continue تقول closing your payment profile when you select close payment profile you and any other users on this profile will immediately lose access to the profile and all payment data linked to it. يعني ما تقفل هذا راه لا انت ولا شي حد معاك، مثلا مرات تكون سوسيتي او تكونوا جوج مشاركين، يعني جوج نتوما دايرين واحد دايرين بجوج واحد تخدموا بجوج بهاد البيمون بهاد البروفيل، تتكونوا مشاركين في الفيديوهات، مشاركين في مدونه، طبعا تتكونوا مشاركين حتى في الادسنس، تيقول لك لا انت ولا غيرك غادي تولي تقدروا تدخلوا لهاد البروفيل.
you will still be responsible for outstanding. بعد لأن هنا البالانس مازال عندك من 80 الفوق غادي تاخذ فليساتك. You can delete additional payment if information including your virtual account number, contactless payment attend and a loyalty card for my account. هذيك الشيء كله في مازال فيك تزيد تحيد حاجات اخرى من هذا لو كونط هذا او تلغي الكونط كله او تلغي الجيميل كله. انا ما بغيتش نلغي الجيميل كله، تندير غير هاد الخطوات اللي انا تبعو معايا غير هاد الخطوه الجيميل مازال باغيه صافي تنلغي غير شنو تنلغي غير الادسنس منه. كلوز بيمنت بروفايل انا دابا غادي نضغط باش صافي غادي نشدو. فهمتي هنا صافي تيعطيني هاد الصفحة set up and manage google pay at the cash register for transport agent send and receive money. هادو اشياء can sign in to your account. هادو اشياء buy items on google play. what is google play اسمحوا لي هادو غير اشياء بلاتيها هما فين نترجموا هادشي. هانتوما تتهبطوا لتحت كاع داكشي اللي خرج لكم ترجموه الا كنتو مهتمين. استنى واحد شويه الا كنتو مهتمين بهاد الاشياء اللي خرجت لكم ادخلوا غتقراو. هذه هي المراحل اللي صافي حيدنا بها لو كونط. كيف يمكننا مساعدتك؟ صافي كي تتسالي داكشي تعاود تيقول لك واش مازال عندك شي حاجه نساعدك فيها وتيقول لك تيعرفوا لك شنو هو جوجل بلاي والاعداد جوجل بلاي والبلدان التي يمكنك فيها الاستخدام جوجل بلاي اعداد قفل الشاشه للدفع في المتاجر تحقق من امكانيه شراء في المتجر باستخدام هاتفك. هذه كلها اشياء اللي انت مهتم فيها راك تدخل وتقرا لكن تفضولي. ولكن احنا اللي تهمنا هي المراحل اللي درنا من هذه المرحله ديال كلوز بيمنت ضغطنا عليها ودرنا شدينا البيمون حتى المرحله اللي جات وعطانا هاد الصفحه هذه. من بعد تدخلوا الايميل تدخلوا له هذا الايميل هذا تدخلوا له تتبركوا عليه تدخلوا له في جوجل او تدخلوا له من هنا ها هو تضغطوا على الجيميل ها حيت دابا انا مسجله غير بهذا تيسهل لكم كاع. علاش قلت لكم دوك الجيميلات كلهم اللي نتوما مسجلين الدخول بهم خرجوا منهم خليو غير الجيميل اللي غنخدموا به لانه مرحله مهمه ما تتسطاش. هنا جا قال لك ها هو صيفط لي رساله انا عاد بها لي عندي 12 و29. هنا جا قال لي ها هو جوجل اتنس قال لي يور اكونت ووز كانسلد يعني الكونت ديالك اللي مرتبط بهاد الجيميل صافي سالا وتيقول لي you will receive your final payment during the next cycle if your balance is greater than 80 ماروكان درهم. إلا any payment less than هاد ال 80 هذا won't be processed. شنو تتعني؟ تتعني أنه صافرة الجوجل ديالك AdSense سالة ما بقاش موجود ولا عندك العفو الا عندك اكثر من 80 درهم مغربي في الحساب ديال جوجل ادسنس راه غنصيفطوها لك. الا عندك قل غينتها باختصار شديد. استودعكم في امان الله وحفظه وما تنساوش دائما لان انا تلاحظ راه تندير مجهود الاخوان والاخوات تندير مجهود وتنبحث وتندير حساب انا ماشي فعوزه ليه يعني انا ما محتاجاش. بحال دابا نشات حساب جيميل وتسجلت في الدخول ديال سجلت في الجيميل وهذا يمكن يعرضني انا براسي الاخطار لانني عندي قناه وعندي جيميل ومرتبط هذاك الجيميل بالقناة ديالي وفعلا عرضني الأخطار. أنا قناتي تأخرت على التفعيل لأنني درت جيميل باش ندير لكم به درس وكنت نسيت ومحلول ما حيتوش ووقع أنه تأخرت قناتي في المراجعة وهذا هو اللي سنقول لكم من ضمن الأسباب. خذوا بالكم راه حنا تنتعلم وما كاينش أستاذ وما كاينش تلميذ كاين أنا تنعرف هاد الشغلة تنعرف هذا الشيء او لا او اجهله
الدكتور يفهم في مجاله والأستاذ في مجاله والمخترع في مجاله، وكل واحد مجال دياله وكل واحد متمكن في المجال دياله، باش نزيدوا تمكنا وباش نزيدوا خبرة. تتمنى هذا الفيديو تنشروه على قد ما تقدروا باش أنا استفد، لأن المشاهدات فعلا فعلا ضعيفة جدا جدا، وأنا تندير هادشي باش يستفدوا ماشي 10 ولا 20 ولا 40 ولا 50، أنا بغي أكثر. اليوتيوبرز كتير واليوتيوبرز جداد بالآلاف دابا، يعني وصلوا لي هاد الفيديو جزاكم الله خير على الأقل ديك الألف، والله يحفظكم ويجيكم من كل شر. وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وإلى الملتقى.